مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. في سؤال سألته أكثر من مرة، اللي هي تأشيرة زيارة الوالدين. بدي أحكي عنها شوي اليوم، مع أني أنا حكيت عنها يمكن في الفيديو السابع من طريق الهجرة إلى كندا، لكن اليوم بدي أحكي عنها هيك بشكل ودي، بدون ويب سايت، بدون إشي، وبيني وبينكم. طريق فيزة هي عبارة أو هو هي مش هجرة، عشان نكون عارفين، هي عبارة عن فيزا بيقدمها المواطن الكندي أو الكندي أو اللي معاه جنسية أو معاه permanent residence، إقامة دائمة، لدعوة زيارة أحد الوالدين أو الجدين. يعني تقدر تدعي والديك أو والدين زوجتك أو الجدين للك وللزوجة. الدعوة طبعا لها ابلكيشن، بتقدم الابلكيشن، في شروط لازم تكون متوفرة فيك، انه يكون عندك عمل، يكون عندك دخل، وتشتري لهم تأمين صحي خلال فترة تواجدهم في كندا. ليش؟ لأنهم لما يجوا هون ما بيقدروا يستفيدوا من التأمين الصحي، وما بيقدروا يستفيدوا من أي معونات كندية، فأنت لازم تكون شاري لهم تأمين صحي خلال وجودهم في كندا. والشغلة الثانية أنه يكون عندهم معونات أو تقدر أنت تعينهم خلال تواجدهم في كندا. التأمين الصحي مهم جدا جدا جدا. في لي صديق والدته إجت هنا وللأسف صار معها مشاكل في القلب، اضطروا يعملوا لها عملية قلب مفتوح. عملوا العملية بدون أي مشاكل، بس لما إجت على المحاسبة قالوا لها هي معها أي وثيقة تثبت انها كندية؟ قال لهم لا. بعتوا له الفاتورة، طلعت 420,000 دولار. اضطر انه يبيع بيته عشان يقدر يسدد هذه الرسوم، وعم بيسدد لسه بالاقساط. فالموضوع كتير كتير حساس. نرجع لموضوع الفيزا. الفيزا عادة بعطوها لمدة 10 سنين متعددة الدخول، يعني بتقدر يدخل فيها اكثر من مرة، لكن اقامته في كندا لازم لا تتجاوز السنتين. يعني اكثر من سنة بيقدر يعيش سنتين مع ابنه او بنته واحفاده، وخلال السنتين او ما قبل السنتين لازم يغادر، وبيقدر يرجع بعدها. لو راح على كوبا، راح على امريكا اذا معه فيزا امريكا، رجع على بلاده اسبوع اسبوعين ورجع، ما عنده مشكله، لكن ما بيقدر يجلس في كندا اكثر من سنتين. ملخص عن هذه الفيزا، اذا حابين تعرفوا اكثر ممكن تروحوا على موقع الاميجريشن CIC. هذا الموقع بوفر معلومات ممتازة. هذا الموقع الحكومي، في الابليكيشن، في الشروط، المبالغ اللي لازم تتوفر عندك او الدخل اللي لازم توفر عندك عشان تأمن موضوع الفيزا وما ترفض. عادة هاي الفيزا ما بترفض، لانه اذا عندك كل الشروط تقدر تقدم لها. سهل جدا. الدخل هو أهم شيء، والتأمين الصحي إن تكون شاري. أما غير هيك أعتقد ما في شروط كبيرة جدا. باقي الأوراق هي أوراق روتينية، تجيب ورقة من العمل، الابليكيشن نفسه، تكتب الأسماء والتواريخ وإن شاء الله دائما يجمعكم بأهلك وحبايبك، وسلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل